السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد، وياكم أخوكم علي عبد الله. بهذا الفيديو راح أشرح عن موقع 964shop.com. الموقع يوفر أغلب أجهزة الهواتف النقالة، الأسعار نوعا ما نقدر نقول جيدة، يعني أكو أشياء مبالغ بها أكو أشياء جيدة. يعني الآيفونات بكافة أنواعها موجودة، اللي هي الـ 12 برو ماكس، الآيباد برو، الآيباد 10.2 الجنريشن الثامن، بس الأسعار شوية مبالغ بيها، يعني نوعا ما مبالغ بيها نقدر نقول. أبل بنسل، الماكات، يعني هو شغلات تلقوها، الشواحن، الأبل ووتش، يعني أغلب الشسمة موجودة في 964.com، طبعا shop.com. فاللي تحتاجوه أي منتج يعني تقدر نضيفه للسلة، والدفع يكون أثناء الاستلام. يعني فرضا أنا راح أختار فد منتج على سبيل المثال، الصفحة الرئيسية، خليني أخذ الآيفون 12 برو. هنا تختار الموديل الموجود، تختار الوصف، ذاكرة 128، اللون مثلا الأزرق إضافة للعربة. هسه أنا عندي بالسلة الآيفون، راح أسوي الدفع. هنا إذا عندك حساب الدخل، إذا ما عندك تسوي إنشاء حساب من هنا أو عبر التليفون، إذا ما عندك في إنشاء حساب تملي المعلومات مالتك، وبعدها تسوي ساين أب وتدخل والدفع، تختار طريقة الدفع أثناء الاستلام. خلال من يوم لحد 7 أيام يلا يوصلك المنتج، من يوصلك المندوب تنطي الفلوس وتستلم الجهاز أو الشغلة اللي مشتريها. راح أخلي أسفل الفيديو الرابط مالت الموقع وكل المعلومات عن هذا الموقع. نهاية الفيديو ما يسعني لا أشكركم وأشكر كل من يتابع قناتي. كان ياكم أخوكم علي عبد الله، ومع السلامة.